هي إلهام شاهين رايحة جري ليه كده؟ عشان تحضر جنازة الفنانة الراحلة الكبيرة رجاء حسين، ده اللي هعرفه لكم. يا ترى فعلا قالت أنا خصمتك ليوم القيامة لإلهام شاهين، وده كله بسبب إن الفنانة المحترمة رجاء حسين كانت بتهاجم مهرجان الجونة، وكانت بتهاجم العري والإسفاف وكل الحاجات اللي بتحصل. هسمعكم جزء من كلامها وإلهام شاهين قالت إيه في الجنازة بتاعتها اللي يعتبر ما حضرهاش نجوم خالص. انا ماليش حد يا رب، انا ماليش حد، يا ريت كل اللي بيحبني يدعي لي. عشت حياتي كلها وحيده، ماليش غير بنتي من بعد وفاه ابني، وطبعا عارفين طليقها اللي هنشوف ضرتها، ضره الفنانه الكبيره رجاء حسين. كانت واقفه على غسلها مع بنت الفنانه رجاء حسين، وكانت اول واحده متواجده في الجنازه، وكانت منهاره جدا جدا. هقول لكم السبب الوفاه واخر كلمات قالتها قبل ما تتوفى، وكمان وصيتها التي اوصت بيها، وصيه غريبه قوي قوي. فنانه كبيره وفنانه راحله بصراحه، من الفنانات مش كتير اللي الناس متعلقه بيها، طيبه القلب، عندها عاطفه، عندها احساس. اشتهرت جدا جدا في مسلسل الشهد والدموع، وكمان ريا وسكينه وافواه وارانب، الفيلم الشهير طبعا مع فاتن حمامه. رحلت اليوم عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مش طويل مع المرض. يعني هي كانت بتحضر كل العزاءات وما كانتش بتسيب ولا عزاء. اخر عزاء حضرته بتاع الفنانة الراحلة سهير البابلي، وبكت يومها كتير وقالت صديقة عمري رحلت. توفت بعد ما كانت اجرت جراحة سريعة في المعدة. تعال ما سمعكم جزء من كلامها. المهرجان لارجع بيتنا ليه؟ من كده من غير ليه؟ بس ده مهرجان دولي، مهرجان عالمي. بص يا حبيبة قلبي، مهرجان سينما تبقى السينما. طب تبقى السينما فين؟ ما يتقدم الافلام بناس ما اعرفهمش، وكم العري فيه غير طبيعي. انا ما شفتش فنانيننا كده. حضراتكم شايفين الجزء ده كان سبب هجوم كبير قوي من الهام شاهين على الفنانه رجاء حسين، وكانت بتقول لها انت مجرد كومبارس، وانت حد عارفك، انت كبرتي وخرفتي، وكلامك كله ما يسواش بالنسبه لنا اي حاجه. وهجمتها هجوم شديد قوي قوي، لدرجه ان الفنانه رجاء حسين في اخر حوار ليها قالت يا جماعه انا فعلا مش مسامحه الهام شاهين على كلامها عليا، انا ست كبيرة ما بقاش عندي حيل ارد على حد، بس بجد انا مش مسامحاها. النهاردة في اثناء تشيع الجنازة شفنا الهام شاهين، شايفين الهام شاهين بقالها يومين ثلاثة في الساحل الشمالي، وعمالة تنزل صور وعوري وتمام التمام. ولكن بعد وفاة الفنانة رجاء حسين جت بصراحة، وكانت ناس بتقول انها بتقول يا رب تكون سامحتني قبل ما تتوفى. كمان ما شفناش من الفنانين غير نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وطليق الفنانة رجاء حسين، هو وضرتها طبعا، ده طليقها ودي ضرتها، اللي كانوا متواجدين النهاردة واللي وقفت فعلا على غسلها. رحمة الله عليها، فنانة كبيرة، فنانة رائعة. سبب وفاتها طبعا انها ماتت داخل المستشفى، والوصية بتاعتها اوصت ان ما يتعملش ليها عزاء مهما كان، وانهم يدفنوها بسرعة زي ما حضراتكم شايفين. لما موت ما تعملوش عزاء، وياريت تدفنوني في أسرع وقت. النهاردة أثناء تشيع الجنازة بتاعتها بنتها صرخت وبكت بكاء غير طبيعي، وقالت ما بقاش ليه حد بعدك يا ماما. رحمة الله عليها، أتمنى من كل اللي سمعيني في الفيديو ياريت تترحموا عليها وتدعو لها بالرحمة. سابت أثر كبير وكلام محترم وإنسانة محترمة، هجمت العري على قد ما تقدر والإسفاف. يا رب يعني يرحمها ويجعل أعمالها في ميزان حسناتها. أنا بشكركم شكرا جزيلا. أتمنى الناس اللي وصلت للحظة دي لتاني مرة أرجوكم ادعوا لها، ادعوا لها بالرحمة وبالمغفرة. الله يرحمها. سلام عليكم.